وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الادنى للاجور الى 2700 جنيه وباقرار علاوتين بتكلفه نحو ثمانية مليارات جنيه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه والعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه وذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه ونائبيها. وفي اجتماع اخر مع مدير جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه ورئيسي مجلسي اداره شركه النصر للكيماويات الوسيطه وشركه الضمادات الطبيه بي اي ال، اطلع الرئيس السيسي على التفاصيل الخاصه بمشروع انشاء مصنع للضمادات الطبيه عاليه الجوده، وانشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنه لانتاج الاسمده الفوسفاتيه والازوتيه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه والسيد احمد كوجوك نائب وزير الماليه للسياسات الماليه والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير الماليه للخزانه العامه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022/2023 وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بما يلي رفع الحد الادنى للاجور الي 2700 جنيه اقرار علاوتين بتكلفه نحو ثمانيه مليارات جنيه الاولى علاوه دوريه للموظفين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بنسبه سبعه في المئه من الاجر الوظيفي والثانيه علاوه خاصه للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه بنسبه ثلاثه عشر في المئه من المرتب الاساسي زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة خمس سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه تخصيص مبلغ واحد ونصف مليار جنيه لتمويل حفز الجوده الاضافي لاعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثيه فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الاساتذه المتفرغين ضم تخصصات طب الاسنان والعلاج الطبيعي والتمريض الى القرار السابق برفع مكافاه اطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فتره التدريب في سنه الامتياز. واوضح المتحدث الرسمي ان السيد وزير الماليه عرض ابرز مستهدفات مشروع موازنه العام المالي 2022-2023، والتي تسعى الى خفض العجز الكلي الى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض اولي قدره 1.5 ونصف في المئة من الناتج المحلي وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية موجها سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب كذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار فضلا عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإلكترونية الجديدة بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي وزيادة 5% عن المستهدف حيث توجه السيد الرئيس في هذا الاطار بمراعاه اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لتسهيل التعامل مع الممولين، كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجيه تطوير المنظومه الجمركيه واهم البرامج والمبادرات المتخذه في هذا الصدد بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجها سيادته بضروره مراعاه تطبيق كافه المعايير العالميه الخاصه بجوده السلع الوارده الى مصر في هذا الاطار. فضل عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجويه كما تم استعراض جهود تطوير ازمنه الافراج الجمركي ونتيجه الدراسه التي اجريت مؤخرا في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي والتي اظهرت انخفاضا في ازمنه الافراج بنسبه حوالي 50% حيث وجه السيد الرئيس بمواصله العمل على خفض ازمنه الافراج للوصول بها الى ذات يوم ورود الشحنات كما اطلع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجه ميكنه وحوكمه منظومه الجمارك فضلا عن توسيط اجراءات الافراج الجمركي موجها سيادته بالمتابعه الدقيقه للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقه بتطوير المنظومه الجمركيه. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه واللواء ايهاب عبد السميع رئيس مجلس اداره شركه النصر للكيماويات الوسيطه والدكتور عبد المنعم عزمي رئيس مجلس اداره شركه بي اي ال للضمادات الطبيه. وقد اطلع السيد الرئيس على التفاصيل الخاصه بمشروع انشاء مصنع الضمادات الطبيه عاليه الجوده وذلك بالشراكه مع الخبره الكنديه ووفق اعلى المواصفات الدوليه المعتمده وذلك للمساهمه في تغطيه الاحتياجات المحليه ذات الصله وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بمضاعفه القدره الانتاجيه المقترحه للمشروع بما يساعد لاحقا على التصدير للخارج كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصه بانشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنه لانتاج الاسمده الفوسفاتيه والازوتيه وذلك بالتعاون مع الشراكه الاجنبيه العريقه في هذا الاطار. وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق كافه التفاصيل الخاصه بهذا المشروع المهم وذلك باعتباره اضافه جديده لمنظومه انتاج الاسمده على المستوى المحلي والتي تعد من اهم المدخلات والمستلزمات المؤثره على الانتاج الزراعي والامن بما يساعد في تلبيه التوجه الاستراتيجي للدوله لزياده رقعه الاراضي الزراعيه في مصر